بتتمرني ومفيش نتيجة؟ معروف إن النتائج في الرياضة مش بتظهر في يوم وليلة، وإن الموضوع بيحتاج وقت طويل والتزام وصبر. لكن لو النتائج أخرت جداً رغم إنك شايفة إنك بتتمرني بانتظام ومظبطة أكلك، يبقى أكيد بتعملي حاجة غلط من الغلطات دي. أول حاجة، مش بتحسبي سعراتك الحرارية. كل جسم له احتياجاته الخاصة من السعرات الحرارية، سواء علشان يزيد أو يخس أو يثبت. وإنك مش بتحسبي السعرات ده بيكون احتمال إنك بتاكلي أكتر من سعراتك، أو حتى بتاكلي اللي يخليكي ثابتة. وكمان ممكن تكوني بتدخلي أكلات سعراتها مش قليلة وإنتي مش عارفة. لازم تعملي عجز سعرات، ودي بقلل فيها من 300 ل 500 كالوري عن احتياجي اليومي. موجود طريقة حساب احتياج الجسم من السعرات على الموقع، وكمان هتلاقيها في أول تعليق تحت الفيديو. لازم تراعي إن نظامك الغذائي يكون صحي، يعني تبعدي عن البيبسي والشيبسي والحلويات والمقليات والأكل السريع وأكل المطاعم، لأن كل دي أكلات مليانة بالدهون والسكريات، وكمان مش هتديكي إحساس بالشبع زي الأكل الصحي، وجسمك مش هيستفاد بيها وهتزودك دهون، بالتالي هتلاقي النتيجة مش كويسة وممكن يحصل لك ترهل وتتفاجئي بترهل في بعض الأماكن في جسمك. الحل إنك تاكلي بروتين أكتر وكربوهيدرات ودهون أقل. تاني حاجة من الغلطات، ممكن تكوني بتتمرني بزيادة. طب هو التمرين ازاي سلبي؟ أكيد لو مش بتراعي فترات الاستشفاء لعضلاتك والراحة وبتديله تمرين أكبر من طاقته مش هيتحسن، وممكن كمان تيجي بنتيجة سلبية. عشان كده لازم تتمرني باعتدال، ودي جسمك فترته للاستشفاء والراحة، لأن الجسم بيعيد بناء الخلايا اللي تلفت في التمرين أثناء الراحة، خصوصا في النوم بالليل. تالت حاجة، ممكن تكوني مش بتهتمي بالفيتامينات والمعادن. الفيتامينات والمعادن مش بس ضروريين لصحة جسمك، كمان في بعض الفيتامينات نقصها بيؤدي لتقليل سرعة الحرق. عشان كده لازم تحرصي على الخضروات والفاكهة في يومك، وتعرضي للشمس 10 دقايق على الأقل يوميا عشان تحصلي على فيتامين دي. ممكن تشتري مكمل غذائي مالتي فيتامين من الصيدلية لضمان وصول احتياجاتك كاملة بجانب الأكل من الفيتامينات والمعادن. رابع حاجة، ممكن تكوني بتتدربي عشوائي. العشوائية سواء كانت في التمرين أو في الأكل هتأخر من النتائج، عشان كده لازم تحرصي على إنك تصممي جدول تدريب مناسب ليكي، مش هتروحي الجيم تتمرني على أي جهاز وخلاص. خامس حاجة، مش بتاخدي كفايتك من النوم. النوم مهم جدا للاستشفاء وإعادة بناء جسمك. 6. العصبية والقلق. الصحة النفسية مهم جدا تكون كويسة، ابعدي عن التوتر والقلق والاكتئاب الدائم.